ما هو الفرق بين الانشطار النووي والاندماج النووي؟ تواجه البشرية اليوم خطرا كبيرا نتيجة الإسراف في استخدام الطاقة، مما يهدد بقاء مصادر الطاقة الأساسية المستخدمة حاليا ويؤدي إلى نضوبها خلال فترة ليست بطويلة، غير أن معظم الطاقة التي يستهلكها العالم ناتجة عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي، ونتيجة لاحتراق تلك المواد تنبعث غازات تؤثر على البيئة بشكل كبير، وقد أدت إلى ارتفاع حرارة الأرض بسبب زيادة نسبتها في الغلاف الجوي. هذه الأسباب كانت كافية لتدفع العالم للبحث عن مصادر بديلة للطاقة. في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي تطورت تقنيات إنتاج الطاقة النووية بشكل كبير، مما جعل العالم يرى فيها الحل البديل لمشكلات الطاقة في العالم. ومن الوسائل الأساسية المستخدمة للحصول على الطاقة النووية هو الانشطار النووي، الذي ينتج عن اصطدام النيوترونات بنواة الذرات الثقيلة، فتلتحم هذه النيوترونات مع النواة لتشكل نواة غير مستقرة. تنقسم مباشرة كل نواة منها إلى نواتي عنصرين أخف يطلق عليهما نواتج الانشطار. يسحب هذا الانشطار انطلاق عدد من النيوترونات، كما تتولد كمية هائلة من الطاقة نتيجة لفرق الكتلة بين النواة ونواتج الانشطار. وتسبب النيوترونات المنطلقة انشطار نواة ذرات أخرى، مما يولد كميات كبيرة أخرى من الطاقة. ومن ثم تنطلق النيوترونات جديدة أيضا، وهكذا. إن هذا يسمى بالتفاعل النووي المتسلسل. وهنا تكمن أهمية الانشطار النووي، حيث أنه ينتج كمية كبيرة من الطاقة، إضافة إلى أنه يعتبر عملية لاستمرار إنتاج هذه الطاقة أيضا. ومن أهم النظائر التي يعتمد عليها في الحصول على الطاقة عن طريق الانشطار النووي هو عنصر اليورانيوم 235، ويعتبر الوقود الأساسي للمفاعلات النووية. يمكن التحكم بمعدل الطاقة الحرارية المتولدة عن الانشطار المتسلسل عن طريق التحكم في معدل النيوترونات المتاحة للانشطار، ويتم ذلك بواسطة قضبان مصنوعة من مواد تحمل خاصية الامتصاص العالي للنيوترونات مثل الكادميوم، ويطلق عليها قضبان التحكم. وبإدخال هذه القضبان بين وحدات الوقود النووي يمكن زيادة معدل امتصاص النيوترونات، مما يؤدي إلى تقليل معدل الانشطار المتسلسل. هناك تطبيقات كثيرة للطاقة النووية كتوليد الكهرباء والمحركات البحرية والفضائية وتطبيقات طبية أيضا. كما قلنا أن الانشطار النووي هو أحد الوسائل الأساسية المستخدمة للحصول على الطاقة النووية، وهو الآن عملية مطبقة فعليا ويستفاد منها في كثير من المجالات. وذكرنا أيضا أن الوقود الأساسي لتفاعل الانشطار هو اليورانيوم 235، والذي يمثل نسبة 0.7% من كمية اليورانيوم الكلية المتبقية في الطبيعة، ويتواجد في التراب والصخور وبتراكيز منخفضة جدا في الماء، ويتم استخلاصه بشكل أساسي من المعادن الحاوية له مثل اليورانيزينيت. إن هذه المصادر مهددة بالنضوب يوما ما، لكن من حسن الحظ أن هناك وسيلة أخرى للحصول على الطاقة النووية، وهو ما يعرف بتفاعل الاندماج النووي، وهو عملية يتم فيها اندماج نواتين ذريتين لتكوين نواة واحدة أثقل. يصاحب هذا التفاعل انطلاق كمية هائلة من الطاقة بسبب نقصان الكتلة، حيث أن مجموع كتل النواتين المندمجتين أكبر من كتلة النواة الناتجة، ويحدث هذا التفاعل بشكل طبيعي في النجوم. تعد نظائر الهيدروجين، الديتريوم والتريتريوم الوقود الأساسي لتفاعل الاندماج، حيث ينتج عن اندماجهما نواة الهيليوم. ويعتبر توفر الوقود الاندماجي من ميزات الاندماج النووي، فالمحيطات تحتوي على كميات من الديتريوم كافية لإمداد البشرية بالطاقة لملايين السنين، والطاقة الناتجة من تفاعل الاندماج أكبر بكثير من تلك الناتجة من التفاعل الانشطاري، غير أنه لا يخلف وراءه أي من النظائر المشعة، على عكس تفاعل الانشطار الذي يترك وراءه كمية كبيرة من الإشعاع. لكن الاندماج النووي لا يحصل بسهولة، حيث يجب أولا تحويل نظائر الهيدروجين، الديتريوم والتريتريوم إلى حالة البلازما، وهذا يتطلب رفع درجة حرارتهما إلى ملايين الدرجات المئوية، ومن ثم إبعاد هذه البلازما عن جدران الوعاء الحاوي لها وتجميعها في مركزه لتصبح معزولة عن الوسط المحيط لضمان عدم تسرب طاقتها. وبالتدريج مع رفع درجة الحرارة والضغط يحدث اندماج،
ولرفع درجة الحرارة إلى هذه القيمة نمرر في وعاء تيار كهربائي تبلغ قيمته شدته آلاف الأمبيرات. ولإنتاج تيار كهربائي بهذه الشدة نحتاج لمولد كهربائي يقوم بتوليد جهد تصل قيمته إلى الملايين من الفولتات بدون توقف وبشكل مستمر. وهذا هو يعد من أكبر المشاكل التي من الممكن مواجهتها أثناء إنتاج تفاعل الاندماج. فتفاعل الاندماج هو مستقبل الطاقة على الأرض، ويعتقد أنه سيدخل حيز التطبيق التجاري في منتصف القرن الحالي 2050.